هنا تونس الماضي ساعة وواحد وثلاثين دقيقة. مستمعي ديوان فام، مرحبا بكم من جديد، شكرا على المتابعة وعلى الاهتمام، شكرا لكل من التحق بنا الآن. ما زلنا مواصلين حوارنا في الساعة الثانية اليوم من برنامج هنا تونس مع ضيف الدكتور عطيفة المكي القيادي في حزب حركة النهضة والوزير السابق. نحكيه على تجربته في حكومة الفخفاخ، أسباب سقوط الحكومة، وأيضا المستقبل ومشاورات تشكيل حكومة هشام المشيشي. تساؤلات كبيرة الحقيقة تطرح اليوم في علاقة بحزب حركة النهضة وموقفه من هذا المسار والمطالبة بحكومة سياسية. هذا هو الموقف اللي أعلنت عليه مؤسسات الحركة وآخرها شورى حزب حركة النهضة. نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك ديوان فهم، تجمو تخليه كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تجمو تتابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر اللايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك ديوان فهم، كما تجمو تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم بوانات اللي تقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. دكتور عبد اللطيف المكي، الحقيقة المشهد السياسي دائما عنده ربط وعنده علاقة بالنهضة وتوازناتها وتفاعلاتها ومواقفها، وهناك من قرأ في قرار إسقاط حكومة الفخفاخ والمضي في البرلمان للائحة سحب ثقة، فما علاقة ورابط قد يكون بالتوازنات الداخلية والصراعات الداخلية داخل حزب حركة النهضة. علاش نطرح عليك السؤال هذا؟ لأنه عبد اللطيف المكي في أشهر قليلة أصبح ضمن أهم الشخصيات اللي تحظى بثقة التوانسة في عمليات صبر الأراء، وأصبح من الشخصيات اللي يقرأوا لها ألف حساب في علاقة بمستقبل المسار السياسي في تونس، ومن الشخصيات اللي ربما تنجم تلعب أدوار طلائعية. هناك من يرى أن هذا الصعود وهذا النجاح لعبد اللطيف المكي أزعج فئة معينة داخل حزب حركة النهضة، وهذه الفئة هي اللي سرعت بإسقاط هذه الحكومة. على كل اللي يقدم الرأي هذا يزمي يبرر، يعطي هو تخمين، يعني يزمي يعطي الأدلة، يكون عنده معطيات. لو كان هذا صحيح كانوا ينجموا يطلبوا مني باش أقدم استقالتي تو سامبلومون، وأنا قلت إذا كان الحزب يطلب مني باش أقدم استقالتي نقدم الاستقالة متاعي. أعتقد أنه اللي الأبرز هو كانت أزمة ثقة معناها بين رئيس الحكومة و مجموعة الأحزاب اللي قدمت لائحة الثقة. يعني لو كانوا متأكدين أنه سيستقيل ربما ما قدموها، ربما قدموهاش، سيستقيل بصورة فورية لأنه اللي قدموا لائحة سحب الثقة يقول لك البلاد ما عادش نجم تتحمل حكومة انتظارية تستنى في مصيرها باش تقعد ولا ما تقعدش وفق ما قال رئيس الحكومة. فكان ثم أزمة ثقة، ورئيس الحكومة بيدو معنى يعني يتصور أنه متمسك ببراءته، ربما يرى، ربما ما حكيتش معاه، يرى في تقديم الاستقالة كأنها إدانة قبلية لنفسه. فمن هنا جاء التسابق بين الاستقالة وبين لائحة يعني سحب الثقة. ثم أشياء صارت في الجلسة بتاع كرطاش اللي جمع فيها السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس البرلمان، والسيد رئيس الحكومة، والسيد الأمين العام تحت الشغل، إذا أصبحت هذه المعطيات علنية وأقرها جميع من شارك في هذه الجلسة يمكن أن نفضي إلى تحليل آخر، لكن هي مجرد تسريبات ما نجموش نبنوا عليها أي شيء آخر. طيب عبتي في المكي، اليوم سقطت حكومة الفخفاخ وحكومة قادمة مرتقبة بقيادة هشام المشيشي، وحركة النهضة تطالب بحكومة سياسية. هل مازال من الممكن اليوم تشكيل حكومة سياسية بهذا المشهد البرلماني وهذا الانقسام وهذا الاحتراب اللي قاعدين نشوفه فيه، أيضا بناء على التجربة السابقة؟ وانت قلت من الضروري اليوم أن نستخلص الدروس والعبر. ضروري أن نستخلص الدروس والعبر، ونحن في ظل نفس النظام السياسي. أنا لابد من المحافظة على النظام السياسي في روحه قبل نصه، فهمت؟ وطبيعي جدا أن حكومة سياسية بين الأحزاب اللي بيشتعطي الأغلبية البرلمانية
اللي هي باش تتحاسب واللي هي تقبل باش ينجم يكون رئيس الحكومة مستقل وجزء من الحكومة مستقل كما دابنا عليه منذ الثورة إلى الآن. كان ثم رؤساء حكومات حزبيين وكان ثم رؤساء حكومات مستقلين. فبالتالي يعني أنا نقول مجلس الشورى حركة النهضة لم يكن بحاجة للمطالبة بحكومة سياسية لأن هذه طبيعة الأشياء. ما معنى حكومة تكنوكرات؟ لكن يبدو السيد المشيشي عنده رؤية أخرى ومقاربة أخرى. ما هو لأنه الحكومة السياسية أصبحت تعني حكومة أزمات. أبدا الحكومة السيد الياس الفخفاخ السيد رئيس الحكومة المكلف يعرف كيفاش كان المناخ جيد فيها. كان المناخ جيد. النقطة هي مسألة الاختلاف حول الائتلاف الحكومي والمعاملات فيما بينه على شو السيد الياس بداوا في وثيقة التضامن الحكومي والبرلمان. هذه تتعالج. هذه نجبدوا فيها الدرس. أما راه إلا باش يطالب بحكومة التكنوكرات عليه أن يأتي بالدليل القاطع اللي هي ضرورية للبلاد. ما عدا ذلك لازم نتصرفوا وفق نظامنا السياسي. ما معنى أنه يحكم التكنوكرات وأنا كحزب نمشي بعد نتحاسب؟ أنت اليوم عندك رئيس حكومة مكلف من التكنوكرات، مرحبا بي، من كفاءات الإدارة، شنو المانع أيضا نواصلوا في حكومة كفاءات وطنية مستقلة ونعرفه وعلاقتنا به طيبة شخصية وسياسية. بقي لا نحرف النظام السياسي بالانزلاقات. يعني قد يكون هذه توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، قد يكون أنا في تقديري بالحوار الهادى نستمر في فلسفة نظامنا السياسي ونقول نعملوا بعد تشكيل الحكومة السياسية نعملوا حوار حزبي تدخل فيه حتى المنظمات اللي عندها اهتمام بالشأن العام، ينجم يرعاه السيد رئيس الجمهورية، نجم ترعاه جهة أخرى إذا كان هو ما يحبش يرعاه، ونتحاور في معالجة ثغرات نظامنا السياسي بفصليه الدستوري والانتخابي بهدوء. تمشي الحكومة تخدم عليها على روحها ونجم نقول الحكومة تتحرر من الأحزاب، كل حزب يحط ناس وغادي هم اللي يمثلوه، وما نقعدوش نعملوا حلقة إضافية بين رئيس الحكومة والأحزاب إلا إذا ثم سبب قاهر جدا جدا جدا، وتخدم الحكومة تنقذ البلاد من الوضع هذا، والأحزاب تتحاور من أجل ديريكتيفيكاسيون في نظامنا الانتخابي والسياسي ومن أجل أن نتحسن علاقاتها بين بعضها. هذا الدرس اللي لازم نستخلصوه. أما مش نعملوا حكومة تكنوكرات. أنا نكد لك اللي حكومة التكنوكرات ستكون تحت ضغط شديد من المؤسسات المقرضة الدولية ومن الجهات الدولية، وسيكون الثمن اجتماعي من اللحم الحي اللي لن تقدم عليه حكومة سياسية فيها أحزاب، لن تقدم عليه، فهمني؟ حتى قانون المالية اللي عملناها التكميلي ما فيش الامباكت هذا، لأنه ثم خطوط ما نقولش حمر لكن خطوط أساسية. ولذلك راهو وهذا قلناه في أكثر من واحد، راهو حتى الأحزاب تعطي أغلبية الحكومة التكنوكرات بعدين الشعور الطبيعي أنه الحكومة دي ستجد نفسها وحدها. هل السيد المشيشي شاطركم نفس الرأي نفس التوجه؟ هو كان أمس فما لقاء بين رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي والسيد هشام المشيشي، واليوم على ما يبدو المشهد مش واضح. عبد اللطيف المكي ماهوش ربما بالوردية هذه وهذا التفاؤل اللي أنت تحكي به. هو على كل السيد رئيس الحكومة المكلف يقول أنه منفتح على كل الآراء، وهذا ما نقلوه عليه كل من تخاطب معه، فهمت؟ وأرجو أنه في نقطة الإعلامية هو جيد أنه لم اليوم الستة متاع العشية لم يتكلم ولم يسرع بتصريح على طبيعة الحكومة. أرجو حتى اليوم ما أن يكون التصريح باتجاه حكومة سياسية أو أن يعطي الوقت لمزيد التشاور، لأنه مش حركة النهضة طالب بحكومة سياسية، كل الأحزاب اللي أنا سمعتها طالب بحكومة سياسية، كل الأحزاب وكل الأحزاب، لكنها تطالب بحكومة سياسية دون النهضة. عبد اللطيف مكي، وهذا الفرق بينكم وبينه. حتى الحزب اللي صرح بالكلام هذا دون النهضة، بعدين أنا سمعت قيادات يقولوا إن أمكن هذا مطلب ونحن مناش حاكمين ومناش نتحكموا في القرار. وأنا أقول جل الأحزاب السياسية قابلة باش تخدم مع بعضها، بما يعني أنه أحزابنا ما نقولش استخلص الدرس، قد يكون هذا مازال في طوره في الأثناء، ولكن أحزابنا
عندها وعي كامل بدقة المرحلة وأنها يلزمها تحط اليد في اليد. وهذا يعتبر رصيد جيد للسيد رئيس حكومة المكلف. النهضة ما زالت نجم تخدم مع حركة الشعب في ظل التصريحات اللي سمعناها من الطرفين، ما زالت نجم تخدم مع التيار الديمقراطي في ظل أزمة الثقة اللي حكيت عليها منذ قليل والتراشق بالتهم. هم شركاء في الوطن، رغم اللي الأخطاء اللي احنا ننسبوها ليهم والأخطاء اللي هم ينسبوهن ليهم، لكن في النهاية نحن في مركب واحد، مركب الوطن، وهم بحكم أنهم دخلوا وشافوا ملف الحكم، نحن دخلنا من قبل وشافوا حقيقة أوضاع البلاد، ما همش مش يتأخروا في أنهم يمدوا يديهم وتخدم الناس كلها مع بعض. طيب عبتي في المكي اليوم، لو السيد هشام المشيشي يمضي في اتجاه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وهذا مطلب تنادي به حتى أطراف اجتماعية كما الاتحاد العام التونسي للشغل، ماذا يعني هذا لحزب حركة النهضة؟ هل النهضة ستكون مع شرط حكومة سياسية، أو أنه ربما إذا كان ما يكونش هناك حكومة سياسية بالنسبة للنهضة الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات مبكرة؟ هل الاتحاد العام التونسي للشغل مستعد يقول قدام الناس أنه سيتحمل مسؤولية حكومة تكنوقراط وأن الأحزاب معفية من نتيجة هذه الحكومة؟ لا أستطيع، ومن لا يستطيع أن يقول هذا الكلام بطبيعة ماهوشي راغب في حكومة تكنوقراط. تأتي تصريحات من هنا أو هناك، هذه تصريحات من هنا أو هناك، يعني يعتبرها الإنسان في خضم الجدل وإلى غير ذلك. ويبقى المحرار هو الدستور ونظامنا السياسي اللي يقتضي الأحزاب في قلب مشهد الحكم وفي قلب مشهد المعارضة، والمصلحة الوطنية لا تقتضي حكومة من الأحزاب عندها مشروع وعندها خطوط حمر تقف أمامها سياسية واجتماعية واقتصادية. ولذلك باب الأمل معناها مفتوح للتفاهم حول هذا ولكل حادث حديث. لو ما تمش هذا يا عطيف الماكل، لأنه فما حديث اليوم وأنه حركة النهضة في كواليسها قد تكون بصدد تدارس سيناريو الانتخابات المبكرة اللي هو يبقى قائم وارد. وارد يعني إذا كان للأسف الشديد ما ثم دواء كان المر معناها ما يزمكش تهرب منه. وهذا دار في طار جدل ونقاشات. ناقشتوه داخل مؤسسات الحركة؟ لا ما ناقشناشو، ولكن عندما تصر الناس على حكومة سياسية تعرف شو المآلات، لأنه عندما ما يقعش المصادقة على الحكومة المسألة تولي بيد رئيس الجمهورية، ونحن لا نريد أن نستبق على رئيس الجمهورية منعا للاحترام للصلاحيات ومنعا للحساسيات كذلك. طيب عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة والوزير السابق، مدام تحكيت على الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية، اليوم فما نقاط ظل حقيقة تطرح في علاقتكم برئيس الجمهورية، تصريحات من هذا الجانب ومن ذاك، على ما يبدو أيضا هناك برود في العلاقة بين الطرفين، البعض يتحدث عن صراع خفي بين قيس سعيد وحركة النهضة، وأن النهضة ما هيش مرتاحة اليوم للتمشي الحالي السياسي اللي مشى فيه قيس سعيد. هذا ربما تعكس عدد من التصريحات كما زميلك في الحزب النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني وغيره من قيادات الحزب. ماذا يجري بينكم وبين قيس سعيد عبد الطيف المكي؟ هو الخير وسلامة، أنا أعتقد أنه الأستاذ قيس سعيد جاي من أفق الجامعة والعلم والدراسة، والنهضة بطبيعة حزب سياسي، بالتأكيد هذا باش يكون عنده اختلاف في النظر لبعض الأشياء، ما نقولش لكل الأشياء. احنا أخلاقيتنا ووجبنا أنه نتعاون مع كل رئيس جمهورية ونحاول باش نسهلوا له المهمة متاعه، وقد تعاوننا مع الجميع ابتداء من السي فؤاد المبزع إلى المرحوم باجي قيد سبسي إلى سي محمد الناصر، وما يعنيش أنه ما بيناتناش خلافات. وتتذكر أنه حتى في فترة سي الباجي الله يرحمه، معناها حتى كي اختلفنا على موضوع سي يوسف الشاهد يمشي ولا ما يمشيش، حرصنا دائما أن يبقى هذا الخلاف في إطار الاحترام والتعاون مع رئيس الجمهورية. اليوم أعتقد أنه ما ثماش اختلافات في المضمون، ثم ربما احتكاكات بروتوكولية. فهمتني؟ شو معناه؟ اللي تخلي رئيس الجمهورية يقول ثم رئيس واحد، وهل ينكر أحد أنه ثم رئيس واحد للجمهورية؟
بالتأكيد ثم أشياء بروتوكولية أو شبه بروتوكولية النظر ليها ما كانش هو بنفس النظر، هذه تتحل بالمصارحة، تتحل بالمصارحة وبالحديث الأخوي الودي من أجل يعني مصلحة. فاش مختلفين مع قيس سعيد اليوم عبطي في المطار؟ علاش النهضة مش مرتاحة لخطابات الرجل لتصريحاته لعدد من مواقف اليوم على ما يبدو تم أزمة صامتة بين النهضة وقيس سعيد؟ لا أنا من نعتبرهاش وصلت الأزمة لأن مناش مختلفين في أشياء أساسية. اللي ربما كما قلت ما أشياء بروتوكولية، وقت نقول بروتوكول راهي مش معناها حاجات سطحية ولا فهمت، بروتوكول هو جزء من الأداء السياسي يلزم تصير فيها مصارحات وحديث هذا، ويلزم كذلك الاختلافات حول النظر للنظام السياسي تتحط في بايب ما، معناها تتحط في قناة ما من أجل الحديث فيها والنظر فيها، وما تقعدش تتناقش بمناسبة أي خطوة دستورية تهم الدولة. كل ما يهم الدولة من خطوات دستورية تعيين رئيس حكومة أو تشكيل حكومة أو حل البرلمان أو كذا يجب أن يتم وفق النص القانوني الموجود تو. اللي موجود تو نحترمه الجميع ونتحاور في البقية، لأنه كل الأطراف السياسية تقول اللي نظامنا السياسي فيه ثغرات، الرئيس بيدو عنده عليه ملاحظات ربما كبيرة، احنا انفسنا عنا عليه ملاحظات كبيرة. يعني بالنسبة لك الحل في حوار وطني حول النظام السياسي، حوار وطني او ثنائي او اي نعم، اذا كان هو حول الاصلاحات في النظام الدستوري او الواحد يسمي يكون حوار يشمل الجميع. أنا يشمل الجميع. ينتهي باستفتاء شعبي عبد اللطيف المكي؟ ليه بلا، يعني نتفق في المضمون ونشوف الاستفتاء الشعبي عادة تمشي له الناس عندما يكون ثم اختلافات، لكن إذا كان ثم اختلافات عندنا برلمان، إذا كان الناس متفق على شيء تعديه وفق البرلمان. طبعا احنا مثلا كنهضة ما تنساش للقانون الانتخابي الآن من أشرف على إنجازه كان عنده هدف رئيسي منع حركة النهضة من أن نجيب أغلبية، ورغم ذلك ما نش نصرخه كل يوم ونقوله الله غالب هذاك اللي صار، يعني احنا مصلحتنا في تغييره، ولكن يلزم تغييره يتم في إطاره وللالتزام به، هذاك الممارسة الرئيسية يجب أن نلتزم به ونلتزم يعني بالدستور. وأنا نقدر أنه ما لها إلا بدايات تكون فيها تعثرات من هنا وهناك، وإن شاء الله تنتهي بانسجام في الأداء ووئام لمصلحة البلاد. لكن في المقابل دكتور عبتي في المكي، حركة النهضة اللي أنت تمثلها لم تعد الحزب القوي، حركة النهضة فازت ب 52 مقعد فقط في آخر انتخابات، تراجعت قاعدتها الانتخابية من 1.5 مليون إلى أقل من 500,000 ناخب في آخر انتخابات تشريعية، مرشحكم في الرئاسية خسر الانتخابات أيضا. اليوم فما جدل في علاقة برئيس البرلمان اللي هو في نفس الوقت رئيس حزب حركة النهضة، اللي نجا مؤخرا من لائحة لسحب الثقة، صوتوا عليها 97 نائب لسحب الثقة من راشد الغنوشي. على ما يبدو النهضة في حد ذاتها اليوم مثل الرجل المريض، النهضة قد تكون في أزمة عبد اللطيف المكي، والنهضة لم تعد الحزب القوي بل أصبحت اليوم عندكم منافس شرس في المشهد السياسي اللي هو الحزب الدستوري الحر. النهضة ووضعها الداخلي، وضعها في المشهد السياسي التونسي، عبد اللطيف المكي اليوم كيفاش يقرأ؟ شنو موقفه منه؟ شوف نعتبر أنه النهضة عندها إشكالات الآن، ولكن هي إشكالات مش متاع مرض، إشكالات متاع مخاض، أي نهضة جديدة ما بعد الثورة، نهضة جديدة ما بعد تجربة الحكم ودروس الحكم والحياة السياسية الديمقراطية. هذا الأعراض اللي موجودة وبالطبيعة مادام هي أعراض متاع مخاض احنا مستبشرين إن شاء الله، وإن شاء الله المؤتمر يكون مؤتمر ناجح بأتم المقاييس. تراجع النهضة مش تراجع النهضة، تراجع كل الأحزاب والقوى السياسية. أنت كي تقيس تلقى نسبة المشاركة في الانتخابات معناها تدحرجت وتدنت بسبب العديد من الأسباب لا يمكن أن نأخذ فيها، ما يعنيش هذا التبرير لما حصلت عليه النهضة. أنا نعتبر أنه كان بالإمكان أفضل مما كان لو النهضة تبنت خطابا معينا أو ثم مناورات معينة ما قامتش بها النهضة، لو 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 على بالي ما استوعبتوش لغة انتخابات 2019 نفس القيادة، نفس القيادة اللي قادت المرحلة السابقة واللي ما زالت تقود في المرحلة هذه
ما تنجمش تشوف وين يلزم التقييم بالضبط. فالقيادة لما شفذي عليها المؤتمر بإذن الله هي القيادة التي ربما تستطيع أن تقيم وتأتي بنظرة أخرى وتجدد النهضة، مش كما نهضة 81، كما نهضة اليوم، كما نهضة عام 95، كما نهضة كذا. اليوم النهضة عاشت 10 سنين كثيفة جدا، تريزانتانس أنا في الحكم، في العلاقات، في العلاقات الدولية، في 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 شنو قدمتوا للتوانسة في العشر سنين هذوما عبطي في المكة؟ اللي قدمناه للتوانسة هو بناء نظام سياسي جديد اللي هو فيه مشكل اليوم، وانت تنتقد فيه وتدعو لحوار لتغيير فيه مشكل، وهذا دليل فيتاليتي متاع هذا النقاش. أنا بن علي حكم من 87 إلى 2010 اللي انطردته الثورة، ويقول الأمور لباس واستقرار وأمن، ولباس واستقرار وأمن، استقرار لباس وأمن كما كل الكاسات. هذا وقت نقول راه نظامنا السياسي لازم يتصلح، هذا الدليل على أنه ثم حرية وديمقراطية في البلاد. بنينا نظام سياسي، علاش الهبل متاع بقايا بن علي الآن؟ علاش هبلين؟ لقاوا نظام سياسي غير قادر أن يعود فيه الاستبداد، وبالتالي يخدموا في البلوكاج. كما أكليجية يقطع الطريق، هم الآن يحبوا يقطعوا الطريق. ليس لهم برنامج للمستقبل، وليس لهم رؤية للمستقبل، ولا يستطيعون أن يقووا على الممارسة الديمقراطية. دونك عاملين بشراسة رهيبة، يحبوا يقطعوا الطريق على النظام. لكن عبتي في المكي أيضا فما فئة متوانسة اليوم عندها حنين للنجاحات الاقتصادية لبن علي، يقول لك 10 سنين اليوم من أزمة لأزمة، وهنا نشوف في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة اللي فشلت في اللي إصلاح أوضاع البلاد. ولهذا اليوم الأستاذ عبير موسي والحزب الدستوري الحر يتصدروا معاكم المشهد. اللي يسموه نجاحات اقتصادية لبن علي، جزء منها إن كان فيه نجاحات ناتج على أنه هو مهيمن على البلاد بقبضة من حديد، فهمتني؟ اللي اليوم سيبالوكا نحن نستحق، اليوم عقلية أخرى، البلاد تمشي في إطار الحرية بنفس الجدوى في إطار الحرية، وأنا جايينه بشوي بشوي. اثنين، بن علي باع المؤسسات العمومية باش يصبها في الاقتصاد، وبالتالي ستاندو باش. وبن علي ضرب النسيج الصناعي الوطني، وليت سكر معمل في منطقة صناعية وحل بيرو في حي إداري للاستيراد والتوريد. اليوم يعني اليوم في أزمة الكورونا الأخيرة نلقاو نستوردوا في الألكول، كان عندنا معمل متاع ألكول، وكان عندنا معمل متاع خميرة، ولينا كلهم نستوردوا فيهم. ولذلك الثورة عندما قامت في 2010 قامت على خيارات بن علي، اللي البطالة في قداش خلاها بن علي، ما خلاها في 15%، هي مازالت فك النسبة ذيك 15%، رغم المآسي متاع الاقتصاد التونسي بعد الثورة والانفاقات وتسكير الفوسفات وتسكير البترول، ما زالت في 15%. ولذلك انا نقول للبلاد وانا اقر بالصعوبات، تصور الحجج هذه ما زالت تقنع التوانسه عبد في المكي بعد 10 سنين، بعد مؤشرات، بعد ارقام، بعد صعود نجم الدستوري الحر اليوم اللي اصبح ينافس فيكم في عمليه صبر الغراء، لانه الماكينه الاعلاميه، جزء كبير من الماكينه الاعلاميه ما زالت تتصرف بالوفاء لنظام بن علي، جزء كبير. سطر لي على كلمه جزء كبير. اليوم لو ما توقفش الفوسفات وما توقفش البترول، ديوننا الان الخارجيه راهي في الشطر. انا نقول لك باش تشوف الضرب، راهي اليوم في الشطر. اليوم الثوره لا مست عمل نقابي، لا مست حتى شيء. اليوم جاء الوقت باش ننحنيو على العمل الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك الناس اللي تحب تفشل النظام السياسي الجديد هي تحب تمنعك من هذا التركيز وتخترق في المعارك الجانبيه. وليس هنالك ابشع من نائب يستعمل لفورس فيزيك باحتلال المكان باش يعطل البرلمان على العمل. هذا باش تفسر، هذا تفسره بديمقراطيه. مش لانه فما مشكل في رئيس البرلمان الاستاذ رشد الغدوشي؟ حتى ولو ثم مشكله في رئيس البرلمان، تقدم عريضه لسحب الثقه. ووقت اللي قدموه ما قلنا لهمش ما عندكمش الحق، قلنا لهم عندكم الحق، وتصدينا له بطريقه قانونيه وديمقراطيه. اما انك تجي تحتل المكان وتقول الجلسه ما تنعقدش والناس ما تتكلمش وتجيب الزور والمدري شنو، معناها نرجع كان مسرحيه عمار بالزور في وسط البرلمان، هذا يدل على انه اصبح ثم فلسفه قطع الطريق وليس فلسفه ديمقراطيه. طيب عبطي في المكي، اليوم بعد استقاله الحبيب خضر من ديوان رئيس البرلمان وارد استقاله الاستاذ رشد الغنوشي من رئاسه البرلمان، فما حديث في الكواليس على هذا الشان؟ وفما شكون يعتبر انه حركه النهضه ورطت الغنوشي في هذا المنصب؟ لا، انا ناكد لك اللي الاستاذ مشى غادي بتمام القناعه نتاعه، تمام قناعته، ولم يكن القرار محل اتفاق داخل النهضة ككل القرارات
الجدلية معناها فهمتني. ولذلك لا توريط ولا هم يحزنون. وسؤال تنجموا توجهوه لرئيس البرلمان لأنه الآن رئيس البرلمان أي منصب في الدولة التونسية. أنت مع مواصلته على رأس البرلمان؟ ينجم يخدم البرلمان في المناخ الحالي لبرشا يقول لك جزء منه المشكل هو وجود الأستاذ راشد الغنوشي على رأس البرلمان. في صفت الدينيغرمان بغض الطرف على أني أنا موافق ولا مانيش موافق، هم حاجتهم بنقطة يتصوروها هشة باش يضربوا منها التجربة. فجاءوا للأستاذ راشد اللي هو نقطة تتكثف فيها برشا أبعاد، برشا أبعاد ملتي ديمونسيونال لضرب المفصل هذاك. وفعلوا ياسر فلسفة الكراهية، فعلوا بشكل كبير فلسفة الكراهية. من لو كان جاءوا يتشكاوا من أداء الأستاذ راشد راو قالوا له حافظ على الحبيب خضر، لأنه الحبيب خضر شخص متمرس جدا بتسيير البرلمان، فاهم القوانين، قانوني أصله فيني في القانون الدستوري وقانوني، وفاهم البرلمان 8 سنين من التأسيس إلى الآن، وفاهم القانون الداخلي. لو كان جاءوا فعلا متقلقين من أداء الأستاذ راشد رام قالوا له خلي الأستاذ الحبيب خضر واختيار جيد بغض الطرف على انتمائه. يا أخي مع سي محمد الناصر مش كان سي حمدي قزقز هو مدير ديوان؟ من هو حمدي قزقز؟ هو نائب فاز على جهة المستير في نداء تونس واخذاه، واحنا ما اعترضناش، سكتنا وخليناه يخدم على. لكن الوضع يختلف، الوضع يختلف. المؤسسة البرلمانية شبه معطلة، ونشوفه في المشهد اللي قاعد حاس. ما كانش عندنا ملاحظات على سي محمد الناصر، وطالبنا بتحويل الانتخاب رئيس المجلس كل سنة، وكان عندنا ملاحظات، لكن لا ترتقي إلى مستوى تفعيل الكراهية، لأنه ما عندناش كراهية ما تراش موجب الاستقالة أو انسحاب الأستاذ راشد الغنوشي من رئيس البرلمان. الموقف لم يدرس في الداخل، وكما قلت لك نجم توجهه إلى رئيس البرلمان. عطيف مكي معني بحقيبة وزارية في الحكومة القادمة؟ لا أدري ولا أبحث هذه الأمور، لكن أنا مستعد للبي الواجب إذا كانت الظروف مواتية. هذا مبدأ عام يعني، ما دامني عامل شواء في حياتي أني أنا نخدم في المجال العام، معناها الاستعداد المبدئي موجود، ولكن نناقش ظروفها وشروطها وإلى غير ذلك. الجنرال كتوصيف يزعجك؟ لا بالعكس لا يزعجني، أنا أعتز بمؤسسة الجيش التونسي وخلطهم مليح، سواء كان في معهد الدفاع أو في لجنة الأمن والدفاع. باقي أنا لم أطلب لقبا ولست منزعج من هذا اللقب. أي لقب يقول لي واحد شاف، والآخر يقول لي معلم، والآخر يقول لي كذا، كلها تعبر على مخزونات نفسية إيجابية أنا أعتز بها. وأعتبر أنه أهم جزاء يأخذ السياسي هو شعور شعبي جميل. شكرا لك عبد الطيف المكي على حضورك معنا اليوم، على كل هذه الإفادات والتوضيحات، وننتظر ما ستؤول إليها المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة القادمة. أعزائي المستمعين، كنكون وصلنا لختمت هذا العدد من برنامج هنا تونس. غدوة يجدد الموعد كالعادة، بداية من نص النهار في الختام. محمد اليوسفي وكامل الفريق، سلموا عليكم.